بينضم لنا على الهاتف كابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الاولمبي. مساء الفل على حضرتك يا كابتن شوقي. اهلا، مساء الخير. ازيك شيماء؟ انا عايزه طبعا اتكلم مع حضرتك النهارده على حاجات كتير جدا بتخص المنتخب الاولمبي واستعداداته طبعا لطوكيو 2020 وللتصفيات المؤهله لطوكيو 2020 اللي هتقام ان شاء الله هنا عندنا في مصر. احنا كنا بنقول ان المعسكر الاول هيكون فيه وديه واحده، المعسكر الثاني هيكون فيه وديتين، وان شاء الله هيكون في اسبانيا. هو فعلا احنا كنا زي البرنامج او المخطط اللي احنا حاطينه ان احنا كنا نلعب 3 مباريات خلال معسكر مارس باذن الله، او خلال شهر مارس. مباراتين هنلعبهم في ظل الاجنده الدوليه ومباراه قبل الاجنده الدوليه. التجمع الاولاني هيبدا من يوم 4 ليوم 8، وطبعا في، انا عارف ان في انديه بيبقى عندها مباريات وكده، فهننظم عمليه اللعيبه لازم تشارك مع فرقها في المباريات. وباذن الله المعسكر يعني الفرقه كلها تتجمع تبقى يوم 6 و7 فقط اليومين دول، ونلعب ماتش يوم 8، وبعد كده اللعيبه تروح انديتها، والماتش ده هيبقى مع ملاوي، هيبقى في استاد السلام باذن الله مع الساعه 8 في استاد السلام. بعد كده هيبدا معسكر ثاني باذن الله، هيبدا من يوم 14/3 تمام، وعلى اساس ان احنا هنسافر برضه، هيبقى بعض الانديه تشارك في بعض المباريات لغايه يوم 17. احنا هنسافر يوم 17، هنلعب هناك مباراتين، مباراه مع امريكا، المنتخب الامريكي يوم 22، ثم مباراه اخرى مع المنتخب الهولندي يوم 26 باذن الله، والمباراتين هيتلعبوا في اسبانيا باذن الله وفي حكام اسبانيا. تقييم حضرتك ايه لمنتخبات امريكا ومنتخب هولندا؟ هل هم ند قوي للمنتخب المصري الاولمبي؟ يعني لما تيجي شوفي، انت سالتي جمله كويسه قوي، هم هل هم ند قوي للمنتخب المصري؟ طب خلينا نقول ان منتخب بتاع 23 سنه، يعني اللعيبه كلها بتلعب في الدوري الممتاز، وبتلعب في الفريق الاول، بتلعب في اوروبا في الفريق الاول، وبتلعب في الكلام ده. شوفوا مستوى الكره في مصر ومستوى الكره في هولندا. يعني على التقييم مش بيبقى بيختار الند ايه، تقييم المدرسه اللي انا هلعب معاها، هلعب معاها ازاي؟ لاحظي ان احنا المخطط بتاعنا اللي احنا بنلعب فيه التوقيت ده هو توقيت مباريات التصفيات لقاره افريقيا عشان الوصول للدوره اللي هتقام في مصر باذن الله. فكل الفرق الافريقيه 28 دوله بيلعبوا في التوقيت ده. يعني معنى كده ان انت مش متاح لك ان تقدري تلعبي مع اي فرقه في التوقيت ده خالص، مع اي فرقه من افريقيا. صحيح. طيب المنتخب الاولمبي ده المفترض ان احنا عندي بيتكون من جيلين، الجيل اللي هو مواليد 97 والجيل اللي مواليد 99. الجيلين الاثنين دول لما بيوصلوا كاس عالم بيلعبوا البطوله الافريقيه، بعدين بيوصلوا كاس عالم فبيحتكوا بمدارس كثيره، فبيكونوا منتخب اولمبي. لما بيجي يسافروا يروحوا اولمبياد بيبقى عندهم مخطط ان هم يشاركوا مع مدارس كثيره كرويه ومدارس مهمه. احنا الفرقتين ما وصلناش لبطوله افريقيا او ما تاهلناش لكاس العالم، فعندنا نقص في الاعداد عند اللعيبه. النقص في الاعداد ده احنا بنعوضه بالمباريات دي، لان النهارده لاحظي حضرتك، النهارده مثلا في، اضرب لك بمثال، مثلا محمد صلاح بيلعب في ليفربول، بيلعب على طول في مستوى اوروبي، بيلعب في اوروبا، بيتمرن في اوروبا، بيتمرن في كل حاجه، بيجي قبل الماتش في الاجنده الدوليه قبل الماتش ب 24 48 ساعه، وبيلعب ضد فرق من افريقيا، لان لعيبه الفرقه دي كلها كمان بقت بتلعب في اوروبا وبتلعب في مدارس مختلفه. النهارده كره القدم احنا مش بنبص ان احنا هنلاعب مين، احنا لما لقينا ماتش ملاوي لعبنا مع ملاوي، وملاوي اصلا بالمناسبه عامله معسكر في بلجيكا لمده 10 ايام او 15 يوم، من 12 يوم يعني، وراجعه جايه من بلجيكا علينا عشان تلعب المباراه دي، وتروح هتلاعب زامبيا، وزامبيا ممكن بطل افريقيا في مرحله الشباب. يعني هم اختاروا انهم يلعبوا مع مصر واحنا وافقنا، لان احنا هيبقى احتكاك بالنسبه لنا كويس. احنا بننوع المدارس عشان اللعيبه تقدر تتعود على طرق لعب مختلفه من مدارس كرويه كثيره مختلفه. صحيح. نقدر في النهايه نوصل لتشكيل ونوصل لفرقه تقدر، هي الحمد لله قدرنا نقدم ناس المنتخب الاول. صحيح. انا كنت عايز اسال حضرتك كمان كابتن شوقي على ابناء المنتخب الاولمبي، احمد ياسر ريان، احمد حمدي، عمار حمدي، اللعيبه دي شايف ازاي متالقين في الدوري المصري الممتاز؟ شوفي حضرتك، انا هقول لحضرتك بصراحه، انتقال اللعيبه من النادي الاهلي او من اي نادي، مش لازم النادي الاهلي، في لعيبه اتنقلت من الزمالك، في لعيبه اتنقلت من الاهلي، في لعيبه اتنقلت من انديه كثيره، اتنقلوا الانديه بيشاركوا فيها،
اصبحت لهم وجود في الدوري، واصبحت لهم شكل في الاداء. طول ما هم كانوا موجودين ومحبوسين ما بيقدروش، عندهم الطاقه يعني، لعيب في السن ده عنده الطاقه وعنده كل حاجه ومش قادر يطلعها، فمش قادر يلعب في الدوري. لان طبعا مهما كان، لاحظي ان احنا عندنا القوائم فيها 30 لعيب، بجانب ان انت عندك اربعه خمسه مميزين من مواليد 97، يعني عندك 35 لعيب موجودين في النادي. يعني ده مجهود كبير على المدرب، صحيح، قدامه 35 لعيب بيختار منهم عدد 18 واحد بس يلعبوا، يعني عنده في ال 18 بيلعبوا و18 بيبقوا خارج الايه؟ خارج القائمه. وده مجهود، مجهود مالي ومجهود بدني ومجهود كتير على الانديه. النهارده لما احمد ياسر ريان واحمد حمدي واكرم توفيق وقبل كده عمر رضوان انتقلوا لنادي الجونه، ظهروا بمظهر كويس، صحيح، بدا النادي الاهلي يبص لهم بصه كويسه. لكن بالمناسبه هم كانوا عندي في المنتخب، كانوا بيشتركوا معايا بالرغم من قله مشاركتهم في المباريات، لكن انا كنت دايما بنصحهم انهم استمراريه وجودهم وعدم لعبهم بتظهر عناصر لعيبه ثانيه في انديه اخرى، يبقى من حقنا تنضم للمنتخب. وحصل الكلام ده مع احمد فتوح في الزمالك، راح سموحه يمكن شارك في الماتش الاخير. حصل الكلام ده مع احمد مصطفى اللي كان بيلعب في جنت البلجيكي، وبالرغم انه كان موجود بره وما بيلعبش خالص، ولما سال انه لازم تلعب ولازم تبقى متواجد اتنقل لسموحه وبيشارك في المباريات. النهارده اصبح في عناصر كتيره في انديه كتيره بتشارك بصفه اساسيه، يعني اللي سعيد عنده اكتر من إيه؟ عنده محمد صادق، عنده وجيه، عنده عبد الرحمن مجدي، الثلاثه بيشاركوا على طول. مثلا النادي الاهلي عنده في غير اللعيبه دي كريم نيدفيد، مثلا ناصر ماهر، صلاح محسن، رمضان، كلهم منتخب الاولمبي كلهم بيشاركوا على طول باستمرار. الزمالك عنده عمر صلاح بيبقى من القايمه، محمد عبد السلام. يعني انا مش عايز اشيل حق لعيبه في الانتاج، لعيبه بتشارك زي غدنام، في لعيبه كتيره بتشارك، يعني عمار بيشارك زي ما انت قلت في نادي الاتحاد، يمكن عمار ما هو في النادي الاهلي من ساعه ما جه من نادي النصر، لكن ما بداش الناس تبص له الا لما راح نادي الاتحاد ولعب، متالق جدا معاهم، وده شيء طيب، يعني شيء استثمار للاعب اللي النادي بيجيبه، وفي نفس التوقيت بيتعد تحت المسابقه القويه، وبيبقى له دور في المنتخب لما بيجي. يعني اللعيب برضه احنا بندور على اللعيبه ليه؟ الموضوع بتاع المعسكرات بتاعتنا ما بتزيدش عن 48 ساعه، صحيح، 70 ساعه، فاحنا بنستغل الوقت ده باللعيبه اللي بتبقى جاهزه برضه فنيا وبدنيا، ان احنا نبدا نشركها ونقدر نديها وتلعب وتأدي. هو ده اللي موجود النهارده في المصري. النهارده في كريم العراقي، في اسلام، اثنين الحمد لله يعني بداوا يشاركوا بصفه كويسه وبصفه اساسيه النهارده، في دجله، في مدعي، في بيكهام، احمد سعيد بيشاركوا بصفه كويسه. يعني بدا اللعيبه تظهر على الوضع في الدوري المصري، فبداوا حتى يبقى لهم كلمه، صحيح، في المباريات، وده شيء طيب. يعني صحيح كابتن شوقي، هل يحظى المنتخب الاولمبي بالدعم الكامل من اتحاد الكره وكمان من الانديه اللي المنتخب الاولمبي بيطلب منها اللعيبه؟ هقول لك حاجه بصراحه، احنا اول تجمع لنا كان في مارس 2018، يعني احنا في مارس ده دلوقتي بقى لنا بالظبط سنه. المخطط اللي كان محطوط في السنه الاولانيه ان احنا نلعب 10 ماتشات، الحمد لله المخطط وصل بنسبه 100%، وده بشكر طبعا للمهندس هاني ابو ليده ومجلس التراكم بالكامل. خلال التعامل خلال السنه دي ولعبنا مع مدارس مختلفه بالمناسبه، يعني لعبنا مع روسيا، لعبنا مع تونس، لعبنا مع الجزائر، لعبنا مع السعوديه، يعني مدارس مختلفه كلها كنا بنشارك فيها وبنلعب. ال 18 نادي اللي احنا بناخد منهم اللعيبه في الدوري الممتاز، والله انا بلا مجامله، يعني انا نسيت برضه اقول لك محمود الجزار في الجونه، دلوقتي الناس اللي شاركت، محمود الجزار ويمكن اسامه جلال برضه في المقصه، دولت لعبوا معانا الماتشات كلها. الانديه كلها ال 18 نادي اللي احنا شاركوا معانا او لعبوا معانا او ساعدونا خلال السنه، ما حصلتش اي مشكله خالص ديت، بل في ود موجود. الدكتور علي عبد العزيز مدير المنتخب بيقوم بدور كبير جدا في العلاقه بالانديه، انا بالنسبه مع المدربين ومسؤولي الانديه بنقوم برضه بدور كبير. الحمد لله
يعني عايز اقول ان الوضع تمام. احنا بدانا السنه المهمه اللي هي في نهايتها نلعب النهائيات اللي في مصر باذن الله، ودي وقت بيجي علينا كل الوقت بيقل. عندنا المعسكر بتاع شهر 3، عندنا معسكر في شهر 6، عندنا معسكر في شهر 9، عندنا معسكر في شهر 10، هم الاربع معسكرات اللي باقيين لنا قبل النهائيات باذن الله اللي هتتعمل من 8 نوفمبر 22 نوفمبر في القاهره باذن الله. والنهارده الحمد لله يعني مصر بتستضيف حدثين كرويين رياضيين، واحد بطوله الامم الافريقيه، واحد الدوره المؤهله لاولمبياد طوكيو اللي بتعتبر هي البطوله رقم 2 بعد كاس العالم. صحيح. يعني الاولمبياد هي بتعتبر في المستوى العالمي هي البطوله رقم 2 بعد كاس العالم. الحمد لله يعني اتمنى ان احنا لما نيجي على الوقت ده يكون عندنا حاجه. عندنا محمد محمود برضه بيعمل العمليه بتاعته وبدا الاعداد ان شاء الله يقوم بالسلامه. محمد طاهر برضه من المقاولين نفس الوضع، يعمل سافر المانيا يعمل عمليه. كل دول احنا متابعينهم لان دول باذن الله احنا قدامنا الوقت ان دول تكونوا معانا ويكونوا جاهزين وينضموا للفريق باذن الله ان شاء الله. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، نورتنا النهارده في الكلام في الميديا، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق مع المنتخب الاولمبي في المباريات الوديه القادمه استعدادا للتصفيات المؤهله لطوكيو 2020.